فضل السيد اسبن ايدي وزير خارجية النرويج لإلقاء كلمته فليتفضل. Thank you, Mr. President, heads of state, heads of government, excellencies. أشكرك سيد الرئيس أصحاب السعادة أصحاب الفخامة شكرا لكم وشكرا لمصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاجتماع المهم في هذه الأوقات المهمة. نحن هنا جميعا نحن هنا في منعطف خطير وفي أزمة كبيرة وهذه أزمة إنها أزمة لغزة وفلسطين وإسرائيل وهي أزمة لكل المنطقة وتهدد وكذلك أيضا تهدد اندلاع الحرب في هذه المنطقة بأكملها وذلك فنحن جميعا هنا نحن جميعا هنا يجب أن نكون كلنا واضحون فيما نتحدث إليه. لقد قمنا بإداء العمليات التي قامت بها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين وقمنا أيضا بإداء الحصار المفروض على غزة وكذلك أيضا نأسى لهؤلاء الحياة الأبرياء التي راحت جراء هذا الصراع ونحن ايضا ناسى من الاخبار التي نسمعها كل يوم عن الاوضاع الانسانيه في داخل قطاع غزه حتى الان ان كل يوم وكل ربع ساعه يموت طفل في قطاع غزه وهذا لا يجب ان يستمر ابدا ان المياه والكهرباء والغذاء غير موجوده في قطاع غزه وانني سعيد الان عندما شاهدت الشاحنات تدخل الى قطاع غزه في هذا الصباح وإنني أعبر عن شكري لكل من سحب فيها هذا وهذه بداية رائعة وهذه بداية ذكية ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأعمال. يجب أن يتم تسريع تقديم المساعدات الإنسانية ولا يجب أبدا إعاقة العمليات الإنسانية ويجب أن تكون منتظمة في الأداء. إن النرويج تطلب تسهيل تقديم المساعدات ونحن نذكر الجميع بأن هناك تعهد يجب على الطرفين الالتزام بحماية المدنيين ويجب توفير الضرورات الأساسية لهم حتى الآن هناك حاجة الآن ماسة إلى تقديم المياه والكهرباء إلى قطاع غزة. في الأسبوع الماضي أعلنا عن مساهمة بقدرها 70 مليون من أجل المساعدات الإنسانية وأنا اليوم أعلن عن دعم إضافي من أجل قطاع غزة وأيضا هذا الدعم سوف يخصص إلى منظمة الأونروا ولذلك فإننا بحاجة إلى معالجة الموقف الإنساني السيء ولكن هذا ليس هو الحل. الحل سياسي في المقام الأول وإنني أتفق مع ما قاله الملك عبد الله في بداية هذه الجلسة الصباحية بأننا جميعا نعرف بأنه في نهاية المطاف إنه من الأفضل للجميع أن نصل إلى حل يضمن إقامة دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وإن النرويج ملتزمة بذلك منذ 30 عاما ومنذ 30 عاما كنا دائما نقوم بحث الجميع على فعل ذلك ولكنني أود أن أشارك معكم بأننا شعرنا في بعض الأوقات بأن هذه العملية قد تعطلت في بعض الأوقات وكان هناك بعض الغموض الذي شابه هذه العملية ولم نصل بالفعل إلى حل حقيقي ونحن نرى أيضا هناك بعض الملامح الإيجابية وهناك بعض العمليات الجديدة التي حدثت في التقارب بين إسرائيل والعالم العربي. لذلك فإنني أعتقد أن الوقت قد حان أن نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن أيضا نخفف من حالة التصعيد وأن نعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القضايا الراهنة والقضايا وكذلك أيضا فإننا بحاجة إعادة بدء عملية السلام مرة أخرى ويجب أن نفكر قليلا خارج الصندوق ويجب أن نلتزم
دائما بحل الدولتين، ولذلك هذا هو الحل السليم من وجهة نظري. إن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لقطع الدعم عن السلطات الفلسطينية. الكثير من الشعوب عبرت عن إدانتها على ما قامت به حماس، ونحن جميعا نؤكد على ذلك، ولكن ذلك لا يمنعنا من المضي قدما في اتجاه الحل. أيضا إذا ما عدنا إلى أوسلو يجب أن أيضا نعتمد على ما تم إخراجه في اتفاقية أوسلو. لذلك فإن الهدف من اتفاقية أوسلو واضحا، ويجب أن نبني على هذا الاتفاق، ونحن قمنا بالفعل ببناء المؤسسات وفقا لاتفاقية أوسلو. وهناك اليوم نجد أنه ليس هناك آفاق سياسية في هذا الموقف، وعدم وجود آفاق سياسية فيزيد من ضبابية الموقف، ونحن بحاجة الآن إلى معالجة الوضع الإنساني في غزة بشكل فوري، وأيضا في منتصف الصراعات، ونحن بحاجة إلى إعادة التفكير مرة أخرى. والنرويج ملتزمة كما كانت عليها الحال منذ 3 عقود، ونحن سنعمل معكم من أجل إيجاد هذا الحل، وشكرا لكم. أشكر السيد أسبن وزير خارجية النرويج على كلمته.